السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس خلدون صليعي من قناة كونكريت بالعرب. اليوم رح نتابع بالأجزاء المخصصة للأجريجيت، ووصلنا إلى التيست اللي بيعبر عن الأجريجيت ساوندنس، أو ما يترجم بالعربي إلى أصالة الحصويات أحيانا في بعض المراجع، أو إلى ثبات الحجم. وهي كلها بالنسبة لي هي عبارة عن ترجمات خاطئة لا تعبر عن حقيقة التيست. طبعا هذا التيست أنا راح أفرد له فيديو مخصص له. مثل ما لاحظنا أنه نحن في الفيديوهات السابقة من الأجريجيت، أني أنا أحيانا كنت عم جمع لكم مجموعة من التستات أو مجموعة من البروبرتيز تبعية الحصويات وأعطيها في فيديو واحد. فلماذا يعني أنا مخصص فيديو كامل قد يكون هو الأطول في سلسلة الأجريجيت لأصالة الألاء الأجريجيت ساونس لهذا لهي البروبرتي تبعية الأجريجيت؟ وليش أنا أعطيها هاي الأهمية الكبيرة في ضمن سلسلة الأجريجيت تيستنج؟ حقيقة أنا أعطيها هذه الأهمية الكبيرة لأنه هذا التيست بالذات في عليه كتير من علامات الاستفهام في منطقتنا، وخاصة في دول اللي هي في المناخ الحار مثل دول الخليج العربي. هذا التيست رح نشوف نحن بالنهاية انه هذا التيست اصلا يجب ان لا يوصف، يجب ان لا يكون في المواصفات، وان لا يكون هنالك اي ليميت له في منطقة مثلا الخليج العربي. ليش؟ هذا حنشوفه ان شاء الله في سياق الفيديو، وايمت انا كمان بحط ليميتس اذا كان بدي احط ليميتس. طيب خلينا نشوف قبل ما ندخل بالديتيلز تبعيه الاجريجيت الساوندنس نفسها شو معناتها. الساوندنس نفسها شو معناتها بالنسبه للكونكريت؟ يعني الساوندنس معناتها بالنسبه لمركبات الكونكريت. لو جينا على الاي سي ار، على الاي سي اي كونكريت ترمينولوجي، وقرينا التعريف الخاص بالساوندنس، لقينا انه الساوندنس هي الفريدم اوف ا سوليد فروم كراكس فلوز فيشرز اور فاريشنز فروم ان اكسبتد ستاندرد. يعني هو خلو الماده الصلبه من اي كراكس او اي مشاكل، اوكي، او اي تغيرات من الاكسبتنس ستاندرد. يعني هو ان تكون الماده هيلثي او ان جود كونديشن وما يكون فيها تغييرات كبيره عن الاكسبتنس ستاندرد. وهذا تعريف عام. هلا بيدخل لك بقى التعريف بالديتيلز بالسبيسيفيك، بي مور سبيسيفيك. فعم بيقول لك ان كيس اوف سيمنت، ان كيس اوف ا سيمنت، يعني في حاله الاسمنت كيف انت بتعرف الساوندنس؟ على انها هي الفريدم فروم اكسيسيف فوليوم تشينج افتر سيتنج. يعني انه ما يكون عندك تغير حجمي كبير بعد ما يدخل المورتر في طور السيتنج. وهذا شفناه انه ممكن يصير من ام جي او ساوندنس او الان بيرند كالسيوم اوكسايد، يعني يا اما من الام جي او المغنيسيوم اوكسايد او الكالسيوم اوكسايد اللي موجود في الاسمنت. وهذا ناقشناه لما ناقشنا عن الساوندنس اوكي للاسمنت. طيب اللي حابب يرجع لهي فينه يرجع للخصائص الفيزيائيه للاسمنت ويشوف هدول الموضوعين نحن ناقشناهم بالديتيلز. طيب in case of aggregate، بالنسبة للأجريجيت شو معنى soundness؟ the ability to withstand the aggressive action to which concrete containing it، يعني هي قابلية الأجريجيت لأن تتحمل الأفعال المضادة والأفعال الشديدة اوكي اللي بتيجي عليها. To which concrete containing it might be exposed. واللي الخرسانة اللي هي هالاجريجيت هي موجودة فيها ممكن تتعرض لها. يعني
هل الكونكريت هذا اللي بيحتوي على هاي الاجريجيت ممكن يتعرض الى اجريسيف اكشنز، افعال اجريسيف عدائيه. اوكي، فهي الاجريجيت لازم تكون قادره على انها تتحمل هاي الافعال، and particularly وخاصه ذات ديو تو ويذر، وخاصه اللي هي تابعه للويذر، يعني للويذر اكشنز. شو الويذر اكشنز هون؟ خلونا نشوف الويذر اكشنز ان كونكريت. ويذر اكشنز ان كونكريت، ويذر اكشن ان كونكريت ممكن تقسيمها الى عده اجزاء. اهم الويذر اكشنز اوكي اللي هي الفريزنج اند سوينج سايكل، انه الكونكريت المي بقلب الكونكريت لما بتهبط درجه حراره الجو تتجمد هالمي بقلب الكونكريت. اوكي، وبعدين الدوب، وبعدين لما ترتفع درجه الحراره تدوب، وبعدين لما تنزل درجه الحراره تجمد، ولما ترتفع درجه الحراره تدوب. فهي بنسميها فريزنج ثاوينج سايكلز، او موشر لوس نتيجه الويتنج، لوس اوف موشر ويتنج اند دراينج سايكلز، يعني نتيجه الحراره والرياح الماي ممكن تتبخر بقلب الخرسانه، وممكن كمان نتيجه المطر او نتيجه وجود الرطوبه هالماي كمان تدخل لقلب الخرسانة، أو نتيجة مثلا تعرض الخرسانة لمياه جوفية أو مياه خارجية. أو thermal action إنه نتيجة الحرارة تتمدد أو تتقلص، ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضات تتمدد تتقلص المادة. طيب، هل تعبير عن motion loss والthermal action شو اللي بيسويه فعليا الظواهر هاي بقلب الكونكريت؟ بتسوي shrinkage و expansion. shrinkage و expansion، وهون هي بتتجلى هاي المظاهر بمشاكل في الخرسانة متعلقة بالdrying shrinkage cracks أو البلاستيك shrinkage cracks. أوكي، وفي تستات معينة لأنه نحن نعرف قابلية الخرسانة لمقاومة shrinkage والexpansion، مثل الـ ASTM C596 157 1581 1579، هاي كلياتها بتدرس لك الشرينكج والاكسبانشن بالخرسانه، او يا اما في الخرسانه او في المورتر. طيب بالنسبه للفريزنج اند ثاوينج شو اللي بيصير؟ بيصير انترنال اكسبانسيف فورسز. ليش؟ لانه المي لما بتتجمد بتزداد حجمها بمقدار 9%، حوالي 9%، فهي بتصير بتضغط على الكونكريت، او اذا كانت هالمي ضمن مسامات الاجريجيت بتضغط على الاجريجيت نفسها. مثل ما شايفين هون، هون في عندنا مي، هالمي هاي اتجمدت فازداد حجمها بنسبة 9%، فصارت تعمل expansive forces. هالexpansive forces ممكن يولد شقوق microscopic cracks، شقوق مجهرية، وهالشقوق المجهرية ممكن تتوسع مع الزمن مثل ما راح نشوف الآلية بعدين. وممكن هاي في الخرسانة كمان تسبب لك بعض الإجهادات الشد في الخرسانة، وبالتالي يصير في عندك شقوق، ويصير في عندك شيء بنسميه سكيلينج، أو يعني السطح تبع الخرسانة يبلش يقشر، حنشوفها بعدين. طيب شو التستات اللي أنا بسويها لهي لحتى أعرف الفريزنج أند ثاوينج؟ قال الـ ASTM C666666، المكافأة بالأشتو T161، اي اش 2 هي T161، هي نفسها الـ ASTM666. اوكي، وهي هون بنسوي الفريزنج اند ثاوينج على الكونكريت، على الكونكريت نفسه، على الكونكريت. راح ناخذ شويه سمري عنه. والـ ASTM C1646 وهون كمان هي تعطيني كمان بسويها على الكونكريت. اوكي، بس هون بركز اكثر على الكورس اجريجيت، على الاجريجيت نفسه، في بروسيجر معين للاجريجيت. في عندنا الـ ASTM C88 اللي هو موضوع حديثنا اليوم، نحن كل هالحكي هذا مشان نوصل لهذا. الـ ASTM C88 اللي هو بيقابله بالاشتو T104، وهاد انت بتسويه على عينة اجريجيت، يعني هدول التنتين على عينات كونكريت. اوكي، اما هاي فانت بتسويها على عينه اجريجيت، على عينه اجريجيت، فهون بتحدد لك هاي الساوندنس تبع الاجريجيت.
طيب هاي الساوندنس هذا التست تحت اي اطار داخل؟ تحت اطار الفريزنج اند ثاوينج سايكلز. معناته هذا التست بيعطيك مقاومه الاجريجيت لفعل الصقيع، لفعل الصقيع حصرا، لفعل الصقيع حصرا. اوكي، لما بتتعرض هاي الاجريجيت للفريزنج اند ثاوينج سايكلز. اوكي، طيب هنشرح هذا ونبرهن لك هذا الشيء بهذا الفيديو. فعندي انا الاي اس تي ام، هلا راح ادخل بالفريزنج اند ثاوينج سايكلز. طبعا ليش عم بدخل بكل هدول؟ مشان اوصلك للغرض انه هذا التيست اللي هو اي اس تي ام سي 88 هو بيتسوى مشان نعرف نحن مقاومه الاجريجيت لفعل الصقيع للفريزنج اند ثاوينج سايكلز. وبالتالي في البلدان اللي ما بتصير فيها الفريزنج اند ثاوينج سايكلز فلا يوجد داعي انه نحن نحط اي ليميت لهذا التيست، لا يوجد اي داعي. طيب نجي هلا وحندخل في الديتيلز، بس صبرك علي لانك حتاخذ معلومات كثير حلوه من هذا الفيديو، فحتى لو انا كنت حسيتني عم بمشي ببطء، معلش انا عم بمشي ببطء لفهمك، اللي جاي على هي القناه جاي يفهم، اللي بده يعني ياخذ سلق معلومات هيك كيف من كان ما فيش مشكله، اقرا اي كتاب تعطيك الليميتس وحطها عندك في الليميتس وصير انت ناقش في الليميت بس وما في داعي لنفهم اي شيء. اوكي، فعندنا الستاندرد الاي اس تي ام سي 666 666. شو العنوان تبعيتها؟ طلع على العنوان، مهم جدا العنوان تبعيتها. ستاندرد تيست ميثود فور ريزيستنس اوف كونكريت تو رابيد فريزنج اند ثاوينج. ذاكر لك بشكل واضح رابيد فريزنج اند ثاوينج. اوكي، والـ ASTM-C 1646 قايل لك standard practice for making and curing test specimens for evaluating resistance of coarse aggregate to freezing and thawing in air entrained concrete. وحاطط لك هون freezing and thawing وهي كمان حاطط لك اياها بشكل واضح. فالـ ASTM بس الـ ASTM-C 88 حاط لك standard test method for soundness of aggregate by use of sodium sulfate and magnesium sulfate. العنوان ما حاطت فيه اي شيء بدل على freezing and thawing. العنوان نفسه ما حاطت فيه شيء اي شيء بدل على freezing and thawing، بينما هدول العنوانين حاطت بشكل واضح انه هاي rapid freezing and thawing، وهذا عم بيسوي misleading عند المهندسين المدنيين. يعني مهندس مدني لما بيشوف رابيد فريزنج اند ثاوينج من العنوان خلاص بيقول هدول التستات منهم موجودين لدول الخليج مثلا، اذا عم نحكي عن دول الخليج مثلا. بينما لما بيقرا هذا ما في شيء هون عم بيقول له فريزنج اند ثاوينج. اوكي، فما بشيء، ما في شيء عم بيقول له فريزنج اند ثاوينج، فبياخده بيحطه. اوكي، هي وحده من الاشياء اللي ممكن تكون مسليدنج، ولانه نحن غالبا ما بنقرا المضمون بننسى نقرا السكوب. في اي تيست اذا موجود سكوب، وكل اغلبيه الستاندردز موجود فيها سكوب، اول شغله بتقراها من التيست هو سكوب. بالبروجكت مانجمنت اللي اخذوا بي ام بي بيعرفوا انه السكوب تبع اي بروجكت هو اهم شيء بالبروجكت، لانه معظم مشاكل بروجكت بروجكت مانجمنت اوكي بتجي من انه عدم الالتزام بالسكوب. ولما انت ما يعني اطار المشروع، يعني شو هذا المشروع، شو على شو بيحكي، شو بيتضمن، اوكي شو بدنا نشتغل فيه. فاللي بيعرف انه السكوب هي اهم شيء في اداره المشاريع انك تعرف السكوب تبع المشروع، لانه التكلفه والزمن كله له علاقه بالسكوب والكواليتي. اوكي، وهل الزبون رضيان ولا مش رضيان كله مذكور بالسكوب تبع البروجكت. اوكي، اذا حققت سكوب تبع البروجكت فانت حققت نجحت في البروجكت. السكوب هون في اي تيست هي كمان اهم شيء في الستاندرد، لحتى تعرف اي ستاندرد عن شو عم تحكي، شو السكوب تبعه. لو قرينا السكوب تبعه بنقول بنشوف انه this test method covers the testing of aggregate to estimate their soundness when subjected to weathering action in concrete
or other applications. شو معنى هذا الحكي باللغة العربية؟ إنه هي ستاندرد بتغطي اختبار الاجريجيت لحتى نخمن حتى نقدر their soundness. اوكي soundness تبعيتهم when subjected to withering action، لما بتتعرض لwithering action سواء في الخرسانة او في تطبيقات اخرى غير الخرسانة مثل البلوك ومثل اي ومثل المورتر مثل اي تطبيقات تانية. This is accomplished، هذا نوصل له by repeated immersion، by repeated immersion ب الغمس المتكرر. اوكي غمس متكرر in saturated solutions، في محاليل saturated يعني مشبعة، في محاليل مشبعة of sodium or magnesium sulfate. شو هن المحاليل المشبعة؟ يا اما صوديوم سلفيت يا magnesium sulfate، يا صوديوم سلفيت يا magnesium sulfate. اوكي اذا عن طريق غمر هاي الاجريجيت وضعه في محاليل مشبعة من صوديوم صوديوم او magnesium sulfate، ومن ثم اوكي بعد هيك شو بنسوي؟ followed by oven drying to partially or completely dehydrate the salt precipitated in permeable pore spaces. شو معنات هذا الحكي؟ يعني انه انا باخذ الاجريجيت بحطه في محاليل من الصوديوم مشبع، محاليل صوديوم ومغنيسيوم، وبعدين لفتره معينه وبعدين بشيلها بحطها بالفرن اوكي لحتى اعمل dehydration للصولت. اوكي هذا السولت اللي هو مترسب ضمن المسامات النفوذة في الاجريجيت، لانه الاجريجيت هلا حنيجي عليها بشكل هي الاجريجيت فيها مسامات. هالمي هاي لما انا بحطها هالمحلول هذا المحتوي على الملح هذا بيدخل لقلب المسامات، لما انا بعمل له دراينج هذا حيترسب بقلب المسامات. The internal expansive the internal expansive force derived from the rehydration of the salt upon re-emerging. اوكي معناتها شو عم بيقول لي هون؟ عم بيقول لي القوى التمدد الداخلية، قوى التمدد الداخلية اللي جاية من الناتجة من إعادة الهايدريشن، إعادة إماهة الهايدريشن، إعادة الهايدريشن للسولت للملح أبون. لما أنا برجع أنا بعمل له غمر بسايكل تانية. أوكي ليش شو بيصير هون؟ بيصير إنه أنت لما بتحطه هلأ راح أشرحها بديتيلز، لما بتحط هاي الاجريجيت بالمحلول هالمحلول الملحي راح يفوت على قلب البورز. هالبورز هاي لما انت بتجفف الماده بتترسب هالسولت، هاي بتصير سولت. اوكي لما بترجع انت بتعمل لها غمر مره ثانيه هذه حتتشكل مره ثانيه، السولت هذا حينعمل له ريهايدريشن، حيدخل بتفاعل مع الماء مره ثانيه ويزداد حجمه. نتيجة ازدياد هذا الحجم صار في عنده expansion، هذا بتسبب لك forces. هالforces هاي شو بتسوي؟ قال هي simulate. شو معنى simulate؟ يعني تحاكي هي نفسها. اوكي تعمل محاكاة، هي تماثل فعل. simulate يماثل فعل، تحاكي يماثل فعل. the expansion of water on freezing، هذه اهم عبارة في التست، هذه اهم عبارة، هاي هذا سكوب تبع التست، هذا اللي ما ارى لحد هلا هاي العبارة بيكون ضاع عليه كل التست. like the internal expansive force derived from the rehydration of the salt upon re-emerging simulate the expansion of water on freezing. يعني هذا التست نحن عم نسويه لحتى نعمل simulation للإكسبانشن تبع المي. اوكي لما الإكسبانشن تبع المي نتيجة الفريزنج. يعني بالنهاية هذا التيست عم بيقول لك شو كيف مقاومة هاي الاجريجيت عند تعرضها للفريزنج اند ثاوينج سايكلز. انا عم بحكي هذا الحكي ولا ستاندرد هي اللي عم تقوله؟ في اوضح من هذا الحكي في ستاندرد ولا لا؟ هو ستاندرد نفسه عم بتقول لك انه هذا التيست
هو عبارة عن test simulation. اوكي test simulation. اوكي لفعل الصقيع في الاجريجيت. لفعل الصقيع في الاجريجيت. طيب ليش نحن اذا كان هذا انا اللي عم بقوله واللي عم بدعيه صحيح، ليش ما ناخذ هالاجريجيت هاي ونعرضها لدورات فعل صقيع مثل ما هو بهذا التيست وبهذا التيست؟ يعني خلاص باخذ اجريجيت وبعرضها لدورات صقيع وذوبان وبخلص من هالقصه. ليش انا داخل محاليل وما محاليل واقعد واعمل مسليدنج لكل البروسيس؟ اوكي ويجي الانجينير اللي بدك تسوي هذا التيست في دول هي بحياتها ما بتتعرض ل فريزنج لسايكل واحد من فريزنج. ليش كل هذا الحكي؟ هلا بنشوف ليش، هلا بنشوف ليش بالديتيلز. اوكي ف العتب هون حقيقة في عتبين. العتب الأول هو من الـ ASTM نفسه، إنه هذا العنوان misleading، هذا العنوان misleading. يا ريت يفتحوا قوس هون ويكتبوا simulation of، يعني يكتبوا لهي العبارة، أو يكتبوا مثلا to simulate the expansion of water on freezing in aggregate، or يكتبوا هون okay for evaluating okay for evaluating resistance of course aggregate to freezing and say for evaluating resistance of course aggregate to freezing and so. لو كاتبين هاي العبارة okay ما كان صار في أي لبس وما كان في صار في أي مشاكل. العتب الثاني هو على engineers أو على كاتبي المواصفات بالذات. انت ما بس تكتفي بانك تقرا العنوان، اقرا الستاندرد نفسه وشوف هي الستاندرد لشو عم تشتغل، وهل هي مناسبه للبلدان اللي انت عم تشتغل فيها ولا لا. فهذا عتب ثاني، فهذا عتب ثاني. اوكي بنيجي على الاليه، الميكانيزم اوف فروست اكشن ان كونكريت. ميكانيزم اوف فروست اكشن، شو بيصير بالفروست اكشن؟ معناتها نحن هلا نركز على الفروست اكشن. اوكي طيب mechanism of frost action in concrete. شو اللي بيصير؟ بيصير انه انت في عندك كونكريت، وهذا الكونكريت فيه مسامات، ما فيش كونكريت بدون مسامات. وهذا الكونكريت تدخل المي بقلبه، اوكي؟ من الوسط الخارجي، بأي طريقة كانت، مياه جوفية، أمطار، إلى آخره، دخلت المي. هالمي هاي إذا عبت الفراغات، إذا كانت الفراغات ساتوريتد أو المسامات ساتوريتد، وبنفس الوقت اوكي تعرضت هاي الخرسانه لفريزنج لدرجات حراره منخفضه ادت الى تجمد الاجريجيت ادت الى تجمد المي في مسامات الكونكريت يعني او في مسامات الاجريجيت. المسامات في الكونكريت يا اما حتكون مسامات ضمن البيست فراغات فويدز او بورز ضمن البيست، او مسامات موجوده في الاجريجيت والمي هتدخل وتعبي المسامات موجودة في الكونكريت ومسامات كمان موجودة في الاجريجيت. اوكي فهذا المي لما بتتجمد، المي لما بتتجمد بيزداد حجمها. وقديش نسبة الزيادة في الحجم؟ حوالي 9%. فلما بتتجمد مي بتزداد حجمها، بيكبر حجمها. طيب هاي المسامات اذا كانت تجمدت بشكل كامل اوكي فما راح يكون ما في فراغ لتاخذ هذا الحجم، لتاخذ زياده في الحجم. فهذا الزياده في الحجم راح يسبب اجهادات سواء كانت في البيست تبعيه الخرسانه او كانت ضمن الاجريجيت نفسها. اوكي فحيسبب مايكروسكوبيك كراكس. هالمايكروسكوبيك كراكس اوكي لما بتدوب المي بتتعبى كمان هالمايكروسكوبيك كراكس بالمي، تعبى بالمي. اوكي فلما كمان تتجمد بتصير تتجمد المي بقلب كمان هالمايكروسكوبيك كراكس، وبيزداد حجمها وبتصير بتكبر هالشقوق مع تتالي دورات الصقيع والذوبان. اوكي هالفعل هذا لما بيتكرر بيتكرر على مدى سنين، بتلاقي انت انه هالشقوق هاي بلشت توصل لمرحله تصير كبيره، او بلشت اجزاء من سطح الخرسانه تعمل بوبينج اوت، يعني تنشال تنقلع من على سطح الخرسانه، وبالتالي يصير في عندك سموها سكيلينج. هلا حنشوف صور لها لسطح الاجريجيت، لسطح الكونكريت.
كمان حتى مو بس بالكونكريت، حتى لو اخذنا نحن اجريجيت بمعزل عنا، بمعزل عن الكونكريت، وهذه الاجريجيت تحتوي على مسامات، وهي المسامات كانت مليئه في الماء، فلما بتتجمد بتزداد حجمها وممكن تسوي لك مايكروسكوبيك كراكس. وهي لما بتدوب هالمي، هالمي هاي بتنزل لقلب المايكروسكوبيك كراكس، ولما بتتجمد بتصير بتكبر هالشقوق هاي الى درجه انه ممكن بعد سنين انك تلاقي انه هاي الاجريجيت صارت اسمين. اوكي طيب، وهذا الكراك بقلب الخرسانه ممكن بقلب الاجريجيت ممكن يمتد للبيست كمان، وممكن يسبب لك شيء اسمه دي كراكينج. حنبحثه نحن لما نبحث الفريزنج والثوينج بالديورابيليتي. اوكي شرح اكبر. هلا حندخل على المايكروسكوبيك اكسبلينيشن. اذا عندك انت هالبور هاي الفويد ساي بقلب الخرسانة بقلب الاجريجيت، فهذه بمثل اللي هي الفويدز الكبيرة، وهذه بتمثل الفويدز الصغيرة، وهذه بتمثل الفويدز من مرتبة النانو بور. هاي الماكرو بور، اوكي هاي الماس بور، اوكي يعني بور كبيرة، وهاي وسط، وهاي نانو مرتبة النانو. اوكي فشو اللي بيصير؟ مثلا عندك مي هون، هاي معباية مي، هاي كلياتها معباية مي. فلما طبعا الفروزن بيجي مثلا دايركشن تبع الفروزن بهذا الاتجاه، هون تجمدت الماي اللي هي بالبيج بورز بالبيج فويدز. اوكي فشو راح بتسوي هاي؟ اول شيء راح بيزداد حجمها 9%، فراح تسبب جهود بريشر على السطوح تبع هاي المسامات، هاي المسام الكبيره. ومو بس هاي، حتدفع الماي هون نتيجه زياده الحجم، شايف الزياده في الحجم هذا، حيدفع الماي بالمايكرو بور والنانو بور، اوكي حيضغط عليها وحيسبب هيدروستاتيك بريشر ضمن هاي الفراغ الصغير. فانت صار عندك شغلتين هون، عملين. اول عمل هو عمل الايس نفسه نتيجه زياده حجمه، ثاني عمل هو نتيجه انه هالايس دفع الماي بالمايكرو بور بورز وبالنانو بورز وسبب ضغط للمي بقلبهم، وسبب لهم كمان هيدروستاتيك بريشر على جوانب هاي البورز. اوكي فممكن هون يصير في عندك تشقق ليعمل ريليف لهالبريشر هذا الناتج عنه، وتدخل مي لهون كمان، وتصير في عندك كمان تجمد بهون ضمن هاي. طيب لو ازداد الفريزنج، اوكي ودخل من البيج بورز الى المايكرو بورز، كمان حيسبب هون ضغط هيدروس، ضغط جاي من الايس من زياده الحجم تبع الايس، وهون كمان بالنانو بورز حيسبب هيدروستاتيك بريشر نتيجه ضغط الناتج عن الماي. فعندك هون فعليا لما بصير في عندك فريزنج حقيقه في الفويدز او بالمسامات في تبعيه تبعيه الاجريجيت، هيصير في عندك فعلين مع بعض. هيصير في عندك اول فعل هو فعل الناتج عن اجهادات نتيجه زياده حجم الماء اللي تجمدت اللي هو 9%، والثاني اللي هو كمان هذا عم بيسبب ضغط على المي اللي هي ما تجمدت لسه، فبيعطي لهي المي هيدروستاتيك بريشر على اللي هي المسامات الاقل. فهدول الفعلين اللي عم بيصيروا اثناء الفريزنج. الثوينج شو بيسوي لما لما بصير في عندك ريليف وبتشقق الصخر او بتشقق الاجريجيت كورس اجريجيت، كمان لما بصير في عندك ذوبان وهالمي هاي عم بتفوت على قلب هالشقوق هاي الشعريه، اوكي ولما بتتجمد مره ثانيه بتساهم بزياده الشقوق تبعيتها. اتمنى انه هاي الاليه تكون انفهمت، اوكي طيب. مثل ما قلنا، انا راح رد بعيد الاليه، انه اذا عندك انت اجريجيت، وهي نفسها بتصير بالبيست بس نحن هلا هون عم نركز على الاجريجيت. اذا عندك اجريجيت وفيها مسامات او فيها شقوق، اوكي فعم تدخل هالمي، لما عم تتجمد عم يزداد حجمها وعمال تسبب لك ضغطين، ضغط اول شيء ناتج عن تجمد هاي المي،
واذا ما تجمدت كليا، اذا في اي مي بالمسامات الصغيره جدا او بالمسامات الصغيره عم تسبب لك هيدروستاتيك بريشر. هاي بالكونكريت طبعا لما بتتجمد هاي الطبقات هاي عم يصير لها اكسبانشن، فعم تسوي جهادات شد في الطبقه العلويه وعم بتسبب شقوق فيها. طيب ايمت نحن بنقول هاي البور، هاي نحن لحتى يصير الضرر لازم تكون هاي البور او المسامات ساتوريتد. شو معنى ساتوريتد؟ يعني مغموره في الماء، لانه اذا ما كانت مغموره في الماء وصار في عندك تجمد ف بيكون فيها فراغ، هي هوائي اوكي، ممكن ياخذ يعني يستوعب هذا الزياده في الحجم، بس ما بيصير الضرر الا اذا كانت هاي المسامات مغمورة. ليش؟ لأنه هون ما في عندك حجم بقى يستوعب هذا الزيادة في الحجم نتيجة زيادة الماء. اوكي، ايمت منكون منقول عن اي مسامة انها مغمورة؟ لما بتكون المي فيها، نسبة المي فيها او نسبة المي تشغل حجم فيها اكثر من 91.7%. لما بيكون توصل نسبة المي فيها اوكي بتشغل حجم من البور اكثر من 91.7% من حجم البور، من حجم المسام، بنقول هاي المسام مغموره، وهي ممكن هاي فعل الصقيح هياثر فيها، هياثر فيها. افعال الصقيح هي سكيلينج، فانت اول ما بتشوف بالسكيلينج بتشوفه من سطح، يعني هي عباره عن تقشرات في السطح ناتجه عن هالاجهادات اللي صارت بقلب الخرسانه نتيجه الفريزنج اند ثاونج، فبتشوف هيك، وبعدين بتشوف مجموعه من الشقوق، اوكي؟ فهذا مسميه سكيلينج، هذا الناتج عن فعل الصقيع والذوبان، اوكي؟ طيب. التست برنسبلز كيف عمال يفكروا بالفريزنج اند ثاونج؟ طبعا هاي الحادثه بتصير يا اما بالبيست يا اما بالكورس اجريجيت، يا اما بالبيست او بالمورتر او بالكورس اند فاين اجريجيت، بالكورس اند فاين يعني بالاجريجيت. ليش؟ لانه البيست فيها مسام والاجريجيت فيه مسام، سواء الكورس او الفاين، اوكي؟ فهي بتسبب لك مشاكل بهالجهتين هدول، ولذلك التيست حتشوفه بستاندرد مؤلف من اثنين. ففي عندك اول تيست اللي هو تيست اوف كونكريت، وهذا الافضل، وهذا الافضل لما انت بتسوي تيست اوف كونكريت. ليش؟ لانك انت عم تسوي على عينه كونكريت بكل اشياء، بكل الانجريدينتس الموجوده اللي بدك تستخدمها انت. وهون في عندنا الاي اس تي ام سي 666 او الاي اس تي ام 1646 اللي هو كمان بياخذ بعين الاعتبار الاجريجيت الموجوده في الكونكريت، يعني بياخذ بعين الاعتبار تاثير الساوندنس تبع الاجريجيت. اما هون تيستينج اوف اجريجيت، فهي تيست ما بتعمل لك غير تيست، تعمل لك بس الاجريجيت، بتقول لك هاي الاجريجيت في لها ريزيستنس على الكونكريت، في لها ريزيستنس على الفريزنج اند ثاونج ولا لا. اوكي، طيب خلونا ندخل بالديتيلز. لما ناخذ اول شيء السي 666، اوكي، شو عم بسوي انا هون؟ هذا التيست انا بسوي عباره عن مكعبات، بسوي عن بيمز من الخرسانه، وبعرض هاي الخرسانه تو بروسيجرز، بعرض هاي العينات هاي لمجموعه من السايكلز للفريزنج اند ثاوينج، اوكي، سايكلز ببروسيجر معين. انا ما راح ادخل بالبروسيجر هذا كله، راح اخلي لك رابط فيديو بالوصف، رجاء تشوفه، رجاء تشوفه، لحتى هو بيشرح لك الديتيلز بهذا التيست، لكن انا حاعطيك سمري. فنحن بناخذ عينات بيمز من الخرسانة، هاي العينات بيمز بتكون على لا يجب ان لا يقل عمرها عن 14 يوم، وشو الميكس تبعيتها ببروسيجر معين بانجريدينتس معينة موجودة في ستاندرد. بعد 14 يوم بعرض هاي العينات لدورات من الصقيع والذوبان، لدورات من الصقيع والذوبان، وبعدين بدرجة حرارة معينة. وبنهاية التيست في عنا شرطين للتيست، اوكي، في حال تحقق اي منهم بقول انا بوقف التيست. انا بالفيديو مشروع كل هاي القصص، بالفيديو مشروع كل هاي القصص، اوكي.
طيب لو جينا نحن، انا ليش عم بوصلك لهون؟ لو جينا ناخذنا التايم فريم، يعني قديش المده الزمنيه اللازمه لاجراء هذا التيست. اوكي، لاجراء هذا التيست، لو شفنا انه اقل شيء بدي انا، اقل شيء انا بدي هاي العينه تكون على عمر 14 يوم، هلا يفضل انها تكون على 28 يوم، بس ستاندرد بقول لك انه العينه لازم تكون على 14 يوم، فانا قبل ما ابلش بهذا التيست، قبل ما ابلش بهذا التيست لازم استنى 14 يوم، هذه اول شغله. لحتى اخذ عينه الخرسانه، عينات الخرسانيه واعمل عليهم تيست. ثاني شيء السايكلز تبعيد الفريزنج اند ثوينج، اوكي؟ كل فريزنج اند ثوينج، كل فريزنج اند ثوينج لازم يجب ان لا يقل عن ساعتين الى خمس ساعات. اقل شيء ساعتين، وممكن انت تاخذ خمس ساعات، يعني بتحطه بالفريزنج ساعتين وبعدين ثوينج ساعتين، فريزنج ساعتين ثوينج ساعتين، وهذا بيتم عن طريق كيورينج تشامبرز، اوكي؟ عن طريق كيورينج تشامبر، اوكي؟ طيب يعني انا شو بدي اسوي بالفريزنج؟ اوكي، بدي خلي درجة الحرارة توصل ل 18 درجة، وبالثوينج بنقص توصل لناقص 18 درجة، من 4 درجة ل 18 درجة، لناقص 18 درجة، اوكي؟ وبالثوينج بدي ازيد درجة الحرارة من ناقص 18 درجة ل 4 درجة، اوكي؟ ل 4 درجة، اوكي؟ فأنا في الفريزنج بيكون درجة حرارة العينة 4 درجات مثلا، 4 درجات، بالكيورينج تشامبر بنزل درجة الحرارة لناقص 18، وبعدين بالدورة بالثوينج باخذ من ناقص 18 ل 4 درجات، اوكي؟ هذا خلال ساعتين، ساعتين ساعتين، فالدورة الوحدة 4 ساعات، اوكي؟ فالدورة الوحدة 4 ساعات. قال أنت بتنهي واحد من الشروط تبع هذا التيست أنك تنهيه على 300 دورة، تعمل 300 دورة. ف 300 دورة بأربع ساعات يعني بدك 1200 ساعة، يعني حوالي 50 يوم. 50 يوم أنت بدك تعمل هذا التيست غير ال 14 يوم تبع الكيورينج، يعني عندك 64 يوم، يعني هذا التيست ممكن أقل شيء، أقل شيء ياخذ له 64 يوم، أقل شيء يعني شهرين بالراحة، أنت أكثر من شهرين بالراحة لحتى تسوي هذا التيست. فهو بياخذ وقت طويل، بياخذ وقت طويل. اوكي، طيب بنيجي على 1646، هذا هو البروسيجر تبعيته نفس ال 666، بس هون نحن بنركز على الاجريجيت. الاجريجيت هون حقيقه بنعمل له بريبريشن معينه وكونديشن معينه، اوكي؟ كونديشن معينه وبريبريشن معينه حتى ناخذ تاثيره، اوكي؟ حتى يعني نبرز تأثيره أو مقاومته على فعل الصقيع والذوبان. يعني لما أنت هون في عندك هذا التست مرحلتين، أول مرحلة بتعمل preparation للأجريجيت بكونديشن معينة سواء للكورس أجريجيت أو للفاين أجريجيت، وبعدين بتاخذ ميكس معينة، أوكي؟ وبعد ما تخلط هالأجريجيت مع بعضها ترجع بتعمل التست تبع 666 نفسه، اوكي؟ فالتايم فريم تبع هذا التست كمان هو نفس التايم فريم تبع ال 666 اللي هو حوالي 64 يوم مينيموم، يعني كمان اكثر من شهرين بدك تقعد تستنى هذا التست، اوكي؟ طيب لو جينا على الاي اس تي ام سي 88 اللي هو موضوع حديثنا، اللي هو انت هون ما بتاخذ، انت باخر سنه بتاخذ عينه اجريجيت، وهي عينه الاجريجيت، اوكي، تعمل لها اميرجن او غمر بمحلول كيميائي، اوكي، لتعمل سيميوليشن للاكسبانشن اوف ووتر اون فريزنج. طيب خلينا نشوف شو التايم فريم، بس انا هروح على التايم فريم وبعدين ارجع، اوكي؟ بعدين ارجع لهنيك اشرح التايم فريم تبع هذا التيست. انه يعني مرحله الغمر هي من 16 ل 18 ساعه، مرحله الغمر بهذا التيست من 16 ل 18 ساعه، وبعدين بنعمل لها دريننج، يعني بنشيل المي، بنشيل المحلول منها،
اوكي مخليها تصفى المحلول بحوالي 10 ل 20 دقيقه، بعدين بنعمل لها دراينج بالاوفن حتى كونستانت ويت، حتى نحصل على وزن ثابت. وبنعمل خمس دورات بالعاده، نعمل خمس دورات بالعاده. فهذا التست لا تخلصه بتحتاج 6 ل 7 ايام بالعاده، بتحتاج من 6 ل 7 ايام. هذا الوسطي تيست. فانت في عندك تيست اللي هو الادق والاشمل واللي هو لازم فعليا يتطبق، اللي هو الفريزنج اند ثوينج، اكشوال فريزنج اند ثوينج، عم بياخذ 64 يوم مينيموم. وفي عندك هذا التيست الخفيف بياخذ 6 ل 7 ايام. فلذلك هذا الاكثر انتشارا، هذا انه بيعطيك مؤشر سريع. اوكي فلذلك بتلاقيهم بيسووا مشان ما ينتظروا 64 يوم، ولانه الاجريجيت بتلعب دور كبير بالفريزنج اند ثاوينج بروبلمز. اوكي لانه بيقول لك اعطيني اجريجيت جيد بقى، اعطيني اجريجيت جيد وانا البيست بحل موضوعه بالاير ان ترينر. شفت كيف؟ يعني البيست، موضوع البيست لما نجي على الفريزنج اند ثاوينج، البيست تبعيتها انا بعالج موضوعه بالاير ان ترينر، بحط اير ان ترينر فبعمل ريليف للبريشر بالبيست. ولكن الاجريجيت كمان حيصير في عندي مشكله فيها. ايه سوي لي هذا التست السريع 6 ل 7 يوم، خلصني منه، شوف لي هاي الاجريجيت هاي مقاومه لفعل الصقيع ولا غير مقاومه لفعل الصقيع. اذا مقاومه لفعل الصقيع يلا خلصنا، ما فيش داعي انا بقى اعمل اقعد شهرين او 64 يوم انتظر نتيجه التست، مع انه هداك الادق وهداك الافضل. اوكي طيب، فهذا فعليا تست انا بسميه تست السلق، يعني انه انا اخذ شغله هيك نسل اسلق يعني على السريع، يلا مشي حالك. فهذا تست مشي حالك، تست تبع الاجريجيت هذا سي 88، هذا تست مشي حالك، عرف لي هاي الاجريجيت. اوكي الى مقاومه على فعل الصقيع والذوبان ولا ما لها مقاومه على فعل الصقيع والذوبان؟ طيب نيجي هلا، في عندك بالتيست مثل ما قلت لكم، لما انت بتاخذ اي ستاندرد اول شغله بتقراها شغلتين قبل ما تقرا اي بروسيجر، قبل ما تقرا اي ليميت، اول شغله بتقراها بالستاندرد شغلتين، اول شيء سكوب، وثاني شغله سيجنيفيكانس اند يوز. اذا انت مهندس مدني او اذا انت مهندس خرساني، اول شغله بتقراها هدول الشغلتين، ما بتقرا لي البروسيجرز. انا قد ادعي انه ما مشان ما اقول 70 و80% 50% من المهندسين ما بيقروا هاي، بيروح على البروسيجر دايركت. اوكي اذا انت من هدول الناس عليك انك تفكر مره تانية. اول شغله بتنقرا باي تيست، باي تيست بروسيجر، هي السكوب والسيجنيفيكانس اند يوز، وبتقراهم حتى لو ما عطوك اي معلومه بتقراهم. اوكي طيب سكوب، ان هون سكوب عم بيقول لي بشكل واضح وصريح للاي اس تي ام سي 88 انه هذه الاكسبانس انترنال اكسبانسيف، الانترنال اكسبانسيف فورس اللي جاي من ري من من ريهايدريشن اوف ذا سولت ابون ري ايمرجن، عم تعمل لي سيميوليشن للاكسبانشن اوف ووتر اون فريزنج. شغلة الثاني بالسيجنيفيكانس اند يوز، شو بلاقي هون؟ بلاقي هون ملاحظة كتير مهمة، بيقول لي since the precision of this test is poor، يعني هو التست نفسه، هو الستاندرد نفسه عم بتقول لك انه دقة هذا التست ضعيفة، هذا التست منه دقيق، هاي الدقة تبع هذا التست منه دقيق بور. انا كستاندرد قاعد عمال تعتمدني، انا نفسي عم بقول لك انا بور الدقه تبعيتي بور. اوكي بور، في اوضح من هيك؟ يعني انت بتجي لعند واحد، اوكي هو نفس الشخص بيقول لك انا ما بقدر بسوي هاي الشغله مثلا، او انا دقتي، بدك تطلب منه عمل، اوكي بيقول لك انا دقتي اني اسوي هذا العمل دقه ضعيفه، انا عم بعترف لك انه انا دقتي ضعيفه.
نحن المهندسين بنمسك بهذا التيست وبنقول له انت ادق واحد. طب انا عم بقول لك انا دقتي ضعيفه، لا انت احسن ناس. طب والله انا ما بقدر بسوي، انا دقتي ضعيفه فيه، لا انت احسن ناس. فالحمد لله هذا التيست عم بياخذ دعم كبير من المهندسين، وخاصه في المهندسين في دولنا العربيه. يعني اذا كان هذا التيست كبشر يمكن يبعث رساله شكر وامتنان لكل مهندسين في منطقتنا، انه هو هن عم بيقدروه، يعني عم بيعطوه حجم اكبر من حجمه، فهو مقدر عندنا. اوكي، بس هو التيست نفسه معترف بحاله، ترى يعني معترف بحاله انا نقطي بور يعني. اوكي، لذلك عم بيقول لك it may not be suitable for outright rejection of aggregate، يعني ما تعتمده لحتى ترفض الاجريجيت، لانه هذا بور دقته ضعيفه، فانت قد يكون هذا التيست منه مناسب لحتى تربط الاجريجيت without confirmation، بدون ما تاكد هذا نتيجه هذا التيست without confirmation from other tests more closely related to the specific surface intended. اوكي، فهو عم بيقول لك ما ترفض الاجريجيت اذا كان هذا التيست فشل بدون ما انت تشوف نتائج الاختبارات الثانيه اللي هي اقرب للسبيسيفيك سيرفيس انتنتد، يعني اقرب للتطبيق اللي انت عم تستخدمه. انت عم تستخدم هذا الاجريجيت لسبيسيفيك للفريزنج اند ثاوينج، فطلعت عندك اجريجيت نتائجه فاشله بهذا التيست، ايه روح سوي التيست تبع الفريزنج والثاوينج سايكلز اللي هو الاصلي اللي هو بده شهرين، سوي واذا نجح خلاص، لانه هذا التيست انا عم بقول انا كتيست عم بقول انا دقتي ضعيفه. اوكي، طيب فهذه الشغله الثانيه اللي بتجيك بالسيجنيفيكانس ادجوز. اوكي، الشغله الثانيه بتقول لك هذا التيست انت عم تستخدم هون محلولين، الصوديوم صلفيت والمغنيسيوم صلفيت، بدك تنتبه انه هدول نتائج هدول التيستات اثنين بيختلفوا بشكل كبير بشكل كبير، فانت لما بدك تكتب تقرير لازم تحدد اسم السولت، وكل واحد له ليميتس اكسبتنس ليميت، فما تخربط بيناتهم وتاخذ اكسبتنس ليميتس واحد الاثنين، لانه غالبا المغنيسيوم صلفيت هو اكثر تاثيرا من الصوديوم صلفيت، ولذلك انت يعني اكثر اجريسيف من الصوديوم من الكالسيوم صلفيت، ولذلك الليميت تبع المغنيسيوم صلفيت بتكون اعلى من الصوديوم صلفيت. يعني هلا بنشوف الليمتس الاثنين. الدقة هون الدقة يعني هو عم بيقول لك انزل للنوت 13، هاي النوت 13 وشوف انت الدقة، يعني انت بالمالتيبل لابراتوري في عندك كوفيشنت اوف فاريانس اور كوفيشنت اوف فاريشن عندك 41% و25% سواء للصوديوم صلفيت والمغنيسيوم صلفيت لعدة مختبرات، وهي سي او في عاليه جدا. يعني التيست اذا انت هون ديفرنس بتوين تو تيست، اذا انت سويتهم بمختبرين نفس التيست نفس العينه، اذا سويتها بمختبرين ممكن يعطيك نتائج تختلف عن بعضها ب 116% عن الافريج للصوديوم صلفيت، والمغنيسيوم صلفيت حوالي 71%. واذا سواه نفس الشخص ها في عنده كوفيشنت اوف فاريانس حوالي 24% بالصوديوم صلفيت ومغنيسيوم صلفيت 11%، يعني هو نفس الشخص اذا سوى تيستين اوكي او ثلاثه تيست مع بعضهم يمكن يفرق التيست اوكي عن الافرج بمقدار 68% للصوديوم صلفيت، ويمكن يفرق 31% للمغنيسيوم صلفيت، فهو دقته بور. اوكي، طبعا هدول الارقام كيف نتعامل معهم انا راح افرض له فيديو لحاله لحتى تصير تعرف كيف تقرا الدقه والبيز تبعيه التيست. اوكي، لانه معظم الناس اخر همها انها تقرا هذا. اوكي، طيب من هون حقيقه في عنا ملاحظه مهمه، انه ممكن نحن نشوف انه انت لما بتسوي بالمغنيسيوم صلفيت عم بيكون الفاريشن اقل من الصوديوم صلفيت، فاذا انت عم تسوي تيست عندك بالصوديوم صلفيت ممكن الفاريشن ما بين النتائج يكون اكبر بكثير من انك تستخدم المغنيسيوم صلفيت، وهذا لذلك نحن بنشوف انه اغلب الناس انه بتقول لك اعمل لي اياه بالمغنيسيوم صلفيت لشغلتين، اول شيء المغنيسيوم صلفيت اجريسيف اكثر، اوكي، ثاني شغله دقه النتائج احسن،
دقة النتائج أحسن، وهذا لذلك بفضل المغنيسيوم صلفيت عن صوديوم صلفيت، لأنه المغنيسيوم صلفيت أكثر عدائية، أوكي، يعني بيخرب الأجريجيت أكثر، أوكي. وتاني شغلة نتائجه فيها كونسيستنسي أعلى، فهذا لذلك بيستخدم المغنيسيوم صلفيت بدل الصوديوم صلفيت. والمشكلة إنه هدول الاثنين على بعضهم، كلهم على بعضهم، هن لفحص مقاومة الاجريجيت على الصقيع، فما بالك اذا انت عم تستخدمون هدول في بلدان ما بتصير فيها دورة صقيع وذوبان. طيب حكينا على المدة تبعية هذا التيست. طيب نجي على السيموليتنج للفريزنج باي سولت هايدريشن، يعني انا كيف هذا الاملاح هاي عم تعمل سيموليشن للفريزنج اند ثوينج. الفريزنج اند ثوينج يا جماعه هي عباره عن زياده في الحجم، هو عمل فيزيائي، زياده في الحجم بيؤدي الى اجهادات، مش اكثر من هيك، ما في كيمياء هون. ما فيش كيمياء، ما فيش تفاعلات كيميائيه. فهذا التيست بده يوصل انه هاي الاملاح لتشتغل فيزيائيا. لتشتغل فيزيائيا، ما فيش كيمياء هون يا جماعه. ما فيش تفاعلات كيماويه، غايه التيست هذا ما تسوي تفاعلات كيماويه. ما تسوي اي تفاعلات كيماويه. وهلا راح نشوف ملاحظه انه انت لما يكون في عندك اجريجيت بتتاثر كيميائيا باحد من هدول المحاليل، انت لازم تاخذ هاي بعين الاعتبار، لانه نحن ما حاطين هاي الاملاح لتسوي تفاعلات كيماويه، عاملين هاي الاملاح لتسوي سولت كريستاليزيشن. سولت كريستاليزيشن عن طريق الهايدريشن والديهايدريشن، وزيادة الحجم لهي الأملاح نتيجة الهايدريشن، فما في عندي كيمياء، ما فيش عندي تفاعلات كيماوية عم بتتم. أوكي؟ وهلا أنا بشرح لكم إياها بالديتيلز، لأني شفت بعض الفيديوهات لما بتشرح التيت سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية عم بتقول لك إنه هاي نتيجة، إنه هذا الفعل نتيجة تفاعل هاي المحاليل مع الأجريجيت، ما في تفاعلات. أوكي؟ ما في تفاعلات. طيب نحن الفيديو مشان ما ياخذ وقت طويل وياخذ اكثر، ممكن يوصل زمنه لساعتين، رح نوقف هون هلا. اوكي، رح نعمل بارت ثاني للفيديو. اوكي، بالبارت الثاني انا رح بلش من الاي، من اراجع شوي الاي اس تي ام سي 88 وادخلكم بالسيموليشن وادخلكم بكل تفاصيل هذا التيست، وافرجيكم كيف انه هذا التيست فعليا مصمم فقط لا يعمل سيميوليشن لتأثير الفروست اكشن على الاجريجيت. اذا رح نوقف هلا هون، اتمنى منكم متابعة الجزء الثاني لانه جزء مهم جدا 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 جدا. يعطيكم العافية، بنلتقي ان شاء الله بالجزء الثاني من الفيديو تبع الساوندنس متعلق في الاجريجيت.